طيب الرجاله بقى ممكن ده هو اندر ذا سكين، يعني هو السكين بالفرو بتاعه كله ريموفد، فاللي فاضل لك الكونكتيف تيشو اللي هي كولكت اول ذا انترنال بودي اورجانز. حلو كده. بعد الابدومين هتلاقي منطقه التشيست دي الريبس بتاعته دي لوع، فهتكسر ده وتكمل عادي. متفقين؟ جاهز؟ يلا على الله. انا مالك بقى كده خالص، افتح الجزء وابدا ايه اشتغل كده عليه. تمام براحتك. بدا يظهر مين؟ المنطقه اسمها الفيسرا. الفيسرا الاحشاء الداخليه تشمل مين؟ تشمل الدايجستيف اورجانز زائد الكدني اللي هو الرينال سيستم زائد كمان السبلين معايا كده الى اخره، مش بس الدايز بس. اوكي يا شباب يلا نكمل كده. نكمل. انا قطعت حاجه كتير كده بالراحه. تعالى بقى كده ايه نفتح شويه يمين ويمين وشمال بالمنظر ده كده اهو. دي ايه؟ دي الانتستين عموما سمول وايه؟ لو فاكر من الحصه اللي فاتت قلنا الانتستين او السمول انتستين ار كونكتد توجذر باي كونكتيف تيشو اسمه ميزنتري. فاللي انت شايفه قدامك ده المشاعر الرئيه ده هو دي ميزنتري اللي ماسك الانتستين مع بعضها، مش كده؟ طب نكمل فتح حرص كده شويه. تمام ده الدايفرام. ده مين؟ الدايفرام اللي جاب الحاجه اللي هو الفاصل ما بين الشيست والابدومين كافيتي. حلو كده. نمسك بقى كده المقص كويس ونبدا ايه نخش بقوه شويه عشان شيست تكسر الدراع. مش قويه للدرجه يعني. ونبدا نشوف الشيست كافيتي اهو بالريش بتاعته ريبس معايا. اللي كان بيقول من شويه اول ما بدانا ده اقوى او اكبر شريان عنده معايا اللي اتفتح اصلا معايا اللي واصل ما بين الدماغ وايه وبقيه اجزاء الجسم. طيب تعالى بقى كده نفتح بالراحه كده بايدينا اهو. ده الدايفرام اهو فاصل اهو ده الدايفرام يفتح. ايه اللي بان قدامك اولا؟ طبعا دي اللارج انتستين بعدين السمول انتس ما شاء الله هو شكله كان متغذي واكل كويس. دي سمول انتستين اهي معايا. تفتكر دي ايه؟ كدني. افتكر الجمله اللي جايه دي الكدنز ان ماملز اللي هم الهاير برتبريت زينا معايا ار لوكيتد بيهايند خلف حاجه اسمها بريتونيوم ميمبرين. اسمها ايه؟ بريتونيوم ميمبرين. بالعربي الغشاء البريتوني. الغشاء الايه؟ بريتوني. فالكدني متعلقه في غشاء كده غشاء اللي يعتبر كونكتد تيشو برضه معايا كده. ده اسمه بريتونيوم. اسمه ايه؟ بريتونيوم. اوكي يا شباب يبقى ده غشاء تاني شايل بس الكدني ومحوطه وفاصلها عن بقيه الاجزاء. دي مين؟ ستامك. برافو جدا. طيب تعالى كده راحة قوي عشان انا مش عايز اجرح حاجه. تمام ادي الصمغ ايه ما شاء الله مليانه واضح ان هو يعني الراجل كان مزيق. بالمناسبه هو ميل مش فيميل؟ كنت لسه هسال كده حالا. تمام يبقى في يوترس وحاجات كده غريبه فمش راجع دماغ. خلينا الميل سهل عشان هو هيستحملنا. حلو كده جميل قوي. وانت بتفتح كده بالراحه اهو قدامك هيطلع لك حاجات ثانيه
اولا ده مين؟ ليفر. اكتر من نص قدامك اهو، والخضرة الصغيرة قوي دي جول بلاد. شباب اهي تمام، وعاي دي جول بلادر الخضرة دي شايف المرارة، انت مش شايفها؟ جميل اهي اوكي عشان بس الزاوية دي الجول بلادر يا شباب، والخط الرفيع ده دي البايل ايه؟ داكت. بايل داكت قناة الايه؟ الصفراء المرئية او الصفراء عموما، اللي هتكمل لحد ما نوصل لبداية السمول انتست. بداية ايه؟ السمول انتست هو اسمه ديودنم. طيب عايز حد من الواقفين قدامنا كده يقول لنا فين الديودنم هنا؟ اول السمول انتست اخر الاستمك، امشوا معايا كده ايه؟ اوكي ده اولها اخرها اهو، ده كده مين؟ الديودينم. مظبوط. المفروض في النص بينها وبين الاستمك فيه البنكرياس. معايا كده هنحاول من صغير جدا. Where is it؟ نحاول نظبط بصراحة. اضطر ان انا اتفرج من شاشة الموبايل عشان الكاميرا تهتز شوية. اضحى انا تعالى كده بالراحة اهو. طبعا دي كلها دهون حوالين مين؟ مين الهارت؟ عنده كوليسترول كتير. ده الهارت من غير كومنت سريت. ده كده ايه؟ الهارت. ودول مين؟ لانجز. رايت وي. رايت وي ليفت. معايا كده؟ دي ليفت ودي ايه؟ رايت. في عندنا تولز ادي. ممكن بعد ما نخلص نطلع لك الايه؟ الهارت لوحده. ماشي يا شباب؟ تعال بقى نفتح البريتونيوم ممبرين اللي تحت ونبدا نفك الاشتباك ما بينه وبين السمول انتست. دي كده مين؟ كده دي كلها دهون تحت منه. الكدني عندنا تو كدني المفروض دي رايت ليفت. عايزين نشوف الكدني الثانيه على الناحيه الثانيه. نلاحظ حاجه اعلى شويه. اعلى شويه. برافو عليك. ليه؟ عندنا في المنهج معايا اولا الكدني اهي وادي كدني ثاني، دي رايت كدني ودي الايه؟ الليفت. الرايت كدني قال لي اعلى منها شويه. معايا ليه اعلى منها شويه؟ دي موجود في مكان الاستمك والايه؟ والليفر، فضغط عليها ومنزلها تحت. هنا هتلاقي في اورجان صغير قوي فوقها اسمه سبلين. اسمه ايه؟ سبلين. هنوضح كل جزء لوحده. ادي كده العربي بقى خالص اهي تمام. دي كده مين؟ الكدني. سؤال كده، الكدني واصل لحد فين؟ الكدني بتعمل برافو، بتعمل فلتريشن للبلاد وتكون يورين. اليورين ده هيتحرك من الكدني لحد اليورينري بلادر تو بي اكسبلد اوت رايت ثرو ايه؟ حاجه اسمها يوريتر. الحاله عندنا تو كدنز تو يوريترز ويورينري بلادر ايه؟ واحده. تخزن اليورين لحد ما يطلع بره. ده عندنا في تشابتر 4 في البلد. افتكر الكلام ده كويس ان شاء الله. معايا برضو عايزين حته حته كده بالراحه نشوف اليوريتر ده. الخيط الرفيع ده هو اليوريتر حالي اللي المفروض نكمل لحد ايه؟ اليوريتر ادي ايه يا جماعه؟ ليفت كدني اللي هي الليفت كدني، والخيط اللي ماسكها ده التيوب الصغيره دي هي مين؟ اليوريتر. طب مش كده؟ ونكمل معانا لتحت اهو.
عجب. دي نهايات مين؟ اللارج انتستين. وطبعا هي واكل، فده كله موجود ايه؟ ده كله فود موجود جواه. معايا الفكره في حاجه هو اللي عامل الخط الجامد ده. ايوه الفكره في حاجه يا شباب، ان احنا بنبدا بالديودينم وبعدين الاليم. ماشي. السمول انتستين عند الرابت اقصر مننا بكتير، هي ما فيهاش نفس كتير غير الهيومن. الهيومن طبعا 8 ميترز معايا، فبتبقى المساحه كبيره، ولكن دي هي وان واي بالظبط. عشان نوضحها لك لازم نفك كل ده من ايه؟ من بعض. لو انت خدت بالك كلهم بينهم كونكت بايه؟ تيشو ماسك كل الاورجن ده مع بعض. طبعا مالناش دعوه بالدهون دي كلها، ليبتس. ممكن ناخد لك الليفت كده لوحده، ماشي اهو. وتيجي بعد اذن حضرتك تبص لنا كده عليها. طبعا دي كلها دول مالناش دعوه بيها. السؤال الكيدني عباره عن ايه؟ مكوناتها ايه؟ خد بالك دي عندنا في الشابتر 4 في المنهج الترم الثاني اول شابتر. عارف الكيدني نفسها تفتكر عباره عن ايه؟ ماسلز؟ لا فين؟ الكيدني عباره عن ولا مش موجود فين؟ ما اي فين او ارتري موجود في اي في اي ايه بودي اورجن حلو كده؟ لكن الكيدني نفسها عباره عن ميني ميني هي ميني فلترز مليانة فلاتر انابيب كتير يخش فيها البلاد معايا، وناخد منه اللي احنا محتاجينه والباقي يبقى يورين. متفقين؟ فانت لو جيت عملت سيكشن فيها كروس سيكشن بالمنظر ده، افتكر الكلام ده كويس قوي ان شاء الله عشان الشابتر 4 اللي عندنا. ويمكن وانت بتشتري كبده ولا كلاوي من عند الراجل الجزار تاخد بالك من الحق من ده. طبعا ده مش هارت. تقول لي يا مستر بص كده معايا، اولا هتلاقي في جزء غامق شويه وجزء افتح. الجزء الغامق ده فيها في فاصل احمر اهو، وفي جزء افتح مظبوط. الجزء الغامق ده اسمه كورتكس، وكلمه كورتكس يعني قشره. مين اكبر، الخارجي ولا الداخلي؟ ركز كده، اكبر كمساحه. معايا دي الكورتكس. القلب اللي جوه قلب اي شيء. معايا احنا عندنا حاجه اسمها بون مارو. الله. القلب بتاعها مضله اسمها مضله، وجاي في حاجه اسمها مضله اوبلونجاتا اللي هي النخاع المستطيل ده في المخ فوق مالناش دعوه بيه. يبقى احنا عندنا كورتكس ومضله اوتر وايه؟ وانر. الاوتر بيكون نارو صغير ارفع، والانر بيكون برود. ليه اللي جوه افتح؟ وليه الفاصل اللي بينهم محمر قوي كده؟ افهم من ده ايه؟ الافتح ده عباره عن تيوبز. عباره عن ايه؟ تيوبز كتير. اوكي؟ والجزء الفاتح الغامق الفاتح ده اللي هو اللي بيدي شويه ده المكان اللي بيتجمع فيه اليورين قبل ما يتحول ويتنقل لمين؟ لليوريتر. الجزء المحمر قوي ده مليان بلاد كابيلرز. يعني ايه؟ بلاد كابيلرز. فالكدني بالمنظر اللي انت شايفه قدامك اهو معايا عباره عن الاوتر اسمه كورتكس، اللي جوه اسمه مضله مظبوط كده، والقلب اللي في النص اسمه بلفس. اسمه ايه؟ بلفس. رينال بلفس اللي هو بيتجمع فيه اليورين قبل ما تروح لليوريتر وبعدين اليورينري بلادر. ادي كدني. حلو؟ ممكن نفتح كده بالراحه كده. احنا كسرنا وشلنا الحجاب الحاجز كله ده، دي كلها ماسلز ولحمه مالناش دعوه بيه، مش عايزين منه حاجه. ده كله ماسلز ايه ولحوم مالناش علاقه بيها خالص، ما فيهاش اي اورجان ايه يخصنا. تمام. اللي يهمنا بقى اللي فوق ده. ماشي. وممكن نخرج لك كل جزء لوحده بالراحه كده. ده مين ده المفروض هنطلعه؟ ليبر. جميل. عايزين بقى نطلع الليبر كده بالراحه اهو باجزائه. بص انا قطعت الاسوفجس، ده الاسوفجس اللي مكمل معايا للاستمك، ومنه ليه بص ده اخره للاستمك اهو، ومنه للديودينم او السمول انتستين. انا قطعت منه حته كده خطا يعني عشان انت تاخد بالك معايا كده يا شباب اهو كده. احنا بنسلك الايه؟ الليفر. الليفر، وبلاش تخبطه خبطه جامده عشان هو كله دم. معايا يا شباب ده كده مين؟ الليفر. باين اهو شكله قدامك. ومين ده يا دكتور؟ الخضره دي مين؟ لو فتحتها هتبوظ الدنيا. مليانه بايل ايه؟ بايل جوس اللي مش شايف اهو. دي اليورينري ايه؟ سوري دي الجول بلادر. الجول بلادر دي في منها دكت صغيره اهو، البيضه الصغيره دي، ومكمله عندك اللي هي مين؟ البايل ايه؟ دكت. طبعا دي جزء منها، ده جزء ايه؟ الجول بلادر والليفر. مين فيهم الكدني؟ سوري مين فيهم الجلاند؟
ومين فيهم الستورينج الجلاند الليفر هو اللي بيكون الجول بلادر هي الستورينج والجول بلادر جاست ستور باي جوس تيل ريتشنج ايه او الفود ريتشنج ديوجينا في فود وصل في فاتس نبدا المخزون من البايل جوس جوه الجول بلادر يبدا يتحرك للبايل داكت معايا كده مع البانكرياس جوس عشان يبدا يساعد في هضم الفاتس حلو ده مين كده ده الليفر ماشي عايزين نوضح حاجه كمان طبعا ده الاسوفيجس ده كده ايه الاسوفيجس اهو اللي احنا قطعنا جزء منه تعالى بقى نفصله كده ونفصل بقيه اجزاء تلاقي حاجه حمراء صغيره كده على جنب ماشي الناحيه الثانيه خالص اهي تعالى نخش بقى شمال خالص اهو هتقول ايه يا مستر دي كدني ايه ها دي كدني ثانيه دي الرايت كدني اللي موجوده فوق شويه ليه لو بصيت لحجم الليفر الناحيه دي هو الاستمك ضاغطين على الليفت كدني هنا ده اسمه سبلين طحال الطحال ده ده معسكر الامن المركزي معايا كده قوات الامن المركزيه اللي بيتجمع فيه الوايت بلاد سيلز بكل انواعها وتخش جوه تاخد دوره عسكريه عشان تتخفص ده يبقى صعقه ده يبقى دفاع الجوي ده يبقى مش عارف ايه لا احنا عندنا بقى وايت بلاد سيلز كل واحده بتقدر مايكروب بطريقه معايا اسمها الليمفاتيك سيلز او ليمفوسايت الخلايا الليمفاويه اللي كان بيسأل على الليمفاتيك سيستم السبلين ده سبلين اللي هو الطحال ده اكبر اورجان او اكبر الليمفاتيك نود يتجمع فيه اولا فاتس معايا كده ويتجمع فيه الوايت بلاد سيلز لو هي نوت سبيشالايزد نوت ايه سبيشالايزد تخش جواه يبدا ايه تتخصص بقى تتحول لنوع تاني جديد ريدي تو اتاك اني مايكروب طب في مايكروب دخل الجسم فجاه معايا نعلن التعبئه العامه معايا كده نستدعي قوات الجيش الخاصه منين ها من الليمفاتيك نودز اللي في كل اجزاء جسمك واكبرها السبلين معايا كده ورا بقى ايه السبلين الطحال هتقول لي يا مستر طب لو السبلين ده مش موجود فلان الفلاني عمل عمليه وشال الطحال يبقى عنده نسبه الوايت بلاد سيلز اللي هي المفروض ماتشر ناضجه وريدي تو اتاك مايكروب نسبه قليله ده عنده مشكله مناعيه فالليمف ده دوره او سوري الليمفاتيك نود او السبلين دوره اساسي اتاك ان ايه مايكروب ازاي انه يقدر ينوع لي الوايت بلاد سيلز وكل واحد وطريقته في الاداء في القضاء على المايكروب حلو احنا عايزين بقى نشيل ده كده بالراحه من غير ما ننزل دم كده ونبوظ الدنيا بالراحه اهو كل ده شويه دهون وكونكت تيشو ماسكهم مع بعض اهو تمام الحمد لله ده كده مين يا دكتور السبلين ادي سبلين ادي ليفر ادي ايه كدني حلو كده اللي احنا بنقطعه ده ايه لا لا الميزنتري ده اتقطع الميزنتري اللي كان غايب الغشاء اللي ماسك امعائك مع بعضها خلاص هتقول لي الاستمك اهي ده مين ده الايسوفاجس اهو باين اهو خلاص احنا ممكن بقى طالما شفناه خلاص اهو نقطعه بقى ونكمل ونشيل الباقي وده مين ده بدايه السمول انتست من فوق اهو من فوق خالص ديودينم اهو او ديودينم معايا يا شباب وبعدين ننزل بالراحه اهو اهو ده كده الميزنت يعني انت عملت ايه تقطع مظبوط ده السمول ايه السمول انتست عندنا في المنهج بتتكون او بتحتوي على ايه الانر لاير بتاعتها اسمها ممكن بقى بايدك بقى كده بالراحه اهو تمام مش محتاج ان انا انسخ السمول انتستين طبعا مش هفتحها من جوه لان انت مش هشوف الكلام ده الكلام ده ما بشوفش غير بالميكروسكوب الانر لاير اسمها ايبيثيليال لاير اسمها ايه ايبيثيليال لاير الوول بتاعها از فينجر لاين بروجكت ايه فولدد معايا يعني مطوي متني معايا لفينجر لايك بروجكشن يعني هو من جوه هتلاقي فيه صوابع كده كتير كل واحده من دول اسمها فيلس اسمها ايه فيلس هتفتحها من جواها هتلاقي فيها بلاد فيسل ارتري وفين وفي النص لاكتيال او ليمفاتيك فيسل ايه دور كل واحد فيهم البلاد دوره ايه الفود كان كومبلكس بقى سيمبل اتهضم مظبوط يبقى المفروض السيمبل فود ده يروح لمين للسيمبل مين يوزع اثنين عندي طريقين بلاد روت والليمفاتيك روت البلاد روت دوره الاساسي هو ياخد الفود ده ويوديه للسيل لو محتاجاه دلوقتي
محتاجه جلوكوز، محتاجه ووتر، محتاجه امينو اسيد تو بيلد اب اتس بودي، محتاجه شويه سولت، محتاجه شويه فيتامينز او فيتامينز. حلو كده، يفضل لي فاتي اسيد وجليسرول شويه دهون اللي جسمك مش محتاجهم دلوقتي، يبقى ايه ما ينفعش تمشي مع البلط، فتمشي مع الليمفاتيك ايه فيسل وتروح على كل ليمفاتيك نود زي السبلين ده واحد منهم معايا، ده اكبرهم، في اجزاء تانية منتشره في كل اجزاء الجسم مظبوط. الليمفاتيك نود دي تخزن فيها الدهون لفتره معينه، وبعدين جسمك خلص الشوجر يبدا ياخد الايه الانرجي من الدهون اللي مخزونه تحت جلدك معايا. يبقى الليمفاتيك سيستم ده دوره مش بس يكون وايت بلاد سيل اللي هو اميون سيستم جهاز مناعي، هو كمان جهاز نقل ترانسبورت واميون الاثنين مع بعض. ترانسبورت مين؟ الفاتس والفيتامينز اللي هي تعتبر الدهون، يعني فيتامين قلنا ايه كي وغيره. الفيتامينات دي كلها مصدرها ايه في الفود؟ مكسرات معايا، الخضار اللي هي مواد تعتبر في الاصل دهون، في الاصل ايه؟ فهي بالتالي هي دو نوت ديزولف ان ووتر، هي ديزولف ان فاتس لانهم من نفس النوع. متفقين؟ فده كله مع الـ مع الـ مع الفات اسيد والجليسرول يتجمع في الليمفاتيك روت لحد ما يتخزن جوه الليمفاتيك ايه؟ نود اندر يور سكن. طب وبعدين؟ لازم الطريقين دول يتجمعوا مره ايه؟ تانية. ليه؟ الواي بلاد سيل عايزه تروح لاي اورجن في جسمك؟ اسهل لها تمشي مع البلد، فالبلد بتاعك بيعبره عن ميكستشر او بايه ريد وايت. طب مين اكتر؟ الريد اللي ده دورها الاساسي ترانسبورت اوكسجين او غيره، اما الوايت جاست تو اتاك مايكروب. لو في مايكروب، لو في ايه مايكروب. طب الليمفاتيك روت والبلد روت يتقابلوا في قال لي والله يتقابلوا في مدخل الهارت. مدخل ايه؟ عايزين بقى نشوف الهارت واجزائه معايا كده. طيب ادي الهارت اهو يا دكتور بالراحه، وان شاء الله لما نبدا نخش في الشابتر 2 ونوضح لك الهارت واجزائه. طبعا ده الايه؟ ده الايسوفجس. طب تفسيره ده؟ انا هحاول ما نمسوش يعني. ماشي يلا بقى. تمام كده، معلش يا دكتور ضايقك شويه. ما تخافيش يا بابا. طبعا ايه اللي انا قطمتها دي؟ تراكيه. دي تراكيه معايا، هي طبعا كده مقطوعه من فوق. دي تراكيه انبوبه اهي معايا، هتلاقيها متفرعه لمين؟ للليفت وي الرايت ايه لانج. انا ما يهمنيش اللانج دلوقتي خالص، انا يهمني ادينا بنسلك اهو يا جماعه قدر الامكان. سر الحته دي قطع عني مع ماشي. ده الايسوفجس قطعناه ماشي، عايزين نخش نوصل لمكان اهو بالراحه كده. يا سلام يا جميل، اهو جميل كده. دلوقتي عندنا ايه؟ ثلاثه مع بعضهم، تو لانز صح كده، ومين في النص؟ الهارت. دي المفروض الايه؟ التراكيه. طبعا اتجرحت فوق، نزل شويه دم كده خفيف معايا. وتعالى نشوف الهارت بقى نفسه واجزائه، وزي ما قلت لكم قبل كده ان شاء الله اول ما نخش الجزء الخاص بالترانسبورت هجيب لكم قلب بقى كبير، قلب عجالي. تمام ده قلب حقيقي، حقيقي بني ادم يعني. ايوه قلب بني ادم افتكر. يا الله نفس الرياكشن. مفيش مشاكل لو حد عايز يضحي ولا حاجه عشان العيلة مثال للجميع والله. وانا خلدك وتقول يعني مات من اجل الساينس يا عالم الناس. بلدي يا عم عادي، ما هو ساينس برضه. لا طبعا دي الدهون اللي حوالين القلب مالناش دعوه بيها، عايزين نفكها اهو. يا ريت بالراحه اهو عشان نفصل لك اللنج. ليه اللنج دايما حوالين القلب من الجهتين؟ ليه هم اقرب اورجنز للقلب؟ الهارت يعني عشان يزودوا بالاكسجين مثلا. سلام عليك، هو ده الصح معايا كده. عشان كده في اصلا بين الهارت، ناخد كلام ان شاء الله بعد كده، بين الهارت واللنج في شورت بلاد سيركيوليشن، دوره دمويه قصيره قوي صغيره اللي عرفها العالم العربي ابن النفيس معايا كده، اللي هي ايه؟ زي ما قال اخونا يوسف ان اللنج هتاخد الاكسجين معايا كده وتديه للبلاد يروح للهارت. وصلت؟
فالبلد اللي كان اللي كان خارج كان معاه كربون دايوكسيد يطلع بره، والبلد اللي داخل هي معاه اكسجين. لحظه بقى يا شباب، هنوصل كده بعدين ان شاء الله، بس بالراحه كده. الغشاء الرؤيه اللي انا هخرج القلب منه، الهارت اسمه كاردياك ماسل. اسمه ايه؟ كاردياك ماسل. نوع الماسل في الهارت اسمها كاردياك، متحوطه بغشاء رؤيه برضو. كل شويه اسميه ايه؟ قال لي سموه بري كارديام. اسمه بري كارديام. الغشاء ده وظيفته ايه؟ ده كيس. الكيس ده يدي للهارت اولا بروتكشن، حمايه وحريه حركه. حريه ايه؟ حركه. احنا كده ايه خرجناه من الكيس بتاعه اللي هو اسمه بري بري كارديام ميمبري. اسمه ايه؟ بريكارديوم وبريتونيوم. بريكارديوم بريتونيوم. البريتونيوم اللي مغطي الكدني. بريتونيوم معايا كده؟ اوكي. اما البريكارديوم اللي مغطي الهارت. متفقين يا شباب؟ طيب بص يا دكتور بقى كده براحتك. الغامق ده دايما بلاد بس بلاد ايه؟ بس ارث بقى او فين هنعرف بعد شويه. بقدر الامكان عاملين نسلك الدنيا عشان من ايه؟ ما نقطعش مره واحده. طبعا تخيل بقى ان ده قلب بنقص اتفتح اهو. مش مشكله بقى اهو. ده كده مين؟ ها؟ الهارت. معايا؟ اللي انت هترسمه حلو كده. لو خدنا بالنا يا دنيا، شايف الوعاء الواسع ده؟ ده الاورتا. في عندك تو لارج ارتري فيسلز خارجين من الهارت. واحد اسمه ارتري اسمه اورتا الشريان الاورطي بالعربي، والتاني ارتري رايح للنج فسموه بالمونري ارتري. اسمه ايه؟ بالمونري ارتري. برضه لما نوصل هيبقى شكله ثانيه ثبت كده نوصل. تمام كده ماشي. عايز قوي يعني لان مش هيبين في حاجه قوي. انا يهمني بقى ايه؟ نشوف اجزاءه من جوه لو عرفنا. هتقول لي فين الدم؟ معايا؟ مفيش. القلب لا ينتج دم. مجرد بامب. بس. فانت مجرد ما فصلته خلاص مفهوش. بس لو خدت بالك يعني لو خدت بالك هتلاقي ان في وول كده في النص هنا قاسم لك الهارت لتو تشامبرز. معايا؟ تو تحت وتو فوق. يبقى فوق بس ده مش هيبان الكلام ده في الهارت الايه؟ الصغير. معايا يا شباب؟ ده شكل الهارت. ودول لانج. معايا كده؟ رايت وايه؟ ليفت. واللانج زيها زي الليفر عباره عن ميني لوبز. معايا؟ الليفت لانج عندنا اصغر من الرايت لانج. ليه؟ عشان برضه الهارت مريح عليها. معايا كده؟ رايح على اللانج؟ على الليفت. على الليفت. ليفت لانج. معايا كده؟ ففيها تو لوبز بس. اما الرايت فبتقسمها لثري لوبز. معايا؟ الرايت ممكن يختلف عنا نوعا ما شويه. خلاص كده خلصنا ده. تعالى بقى نخش جوه اكتر. لم يا عم لم لم اهو. شفت بقى؟ بص الحق خلصنا اهو. ايه ده؟ احنا كده ايه خدنا طبعا ده نهايه مين؟ اللارج تيست. عشان مش تقول لي ايه يا مستر ده؟ طبعا مش هينفع نفتح الحاجات دي عشان غلط علينا. شايف الكره اللي مليانه ميه دي؟ دي اليوراني بلاد. دي ايه؟ الكره دي فتحتها لك يا عم. فين يا مستر؟ انا فتحتها خلاص. طبعا اللي هيشوفها في الفيديو بعد كده. ايدك بس ايدك. كيس رفيع قوي مليان ووتر. معايا كده؟ طبعا مش هينفع نفتح اكتر من كده يعني بقدر الامكان اهو. تمام يا شباب؟ عايز تفتح هنا وتشوف براحتك. طبعا دي مين؟ الحاجات دي ايه؟ دي دهون كلها. هي ممكن بقى باي حاجات احنا قطعناها. طبعا احنا كده خلصنا كل حاجه في الموضوع. مفيش حاجه تانية جوه. دي كلها ماسلز بتاعته. خلاص الا بقى لو احنا عايزين نشوف البونز بقى ده في سنه ثالثه ان شاء الله. نخش ونشوف الاجزاء اللي ايه اللي جوه الريبس اهي. معايا يا شباب الى اخره. تعالى نشوف اللي احنا قطعناه ده. طبعا ده نهايه مين؟
اللارج انتستن. اللارج انتستن قبل نفك كده الدنيا شوية. طبعا دي مين يا شباب؟ استنى شايف كيف اللي حواليها اهو ماشي. ايوه الاكل اللي جواها طلع لنا شويه اهو منه وكان مخزن مظبوط. طبعا ده مين؟ الديودينم. وهنا البنكرياس بس صغير طبعا مش هيبان في الجزء ده فين؟ مش كده مش باين قوي هنا لانه لازق فيهم. ده الديودينم اهو سمول انتستن كمل اهو تمام. اخر الديودينم او السمول انتستن هتلاقي بدايه مين؟ ها لارج بالترتيب اهو. ده كله سمول عادي مكمل. ده الميزنتري احنا قلنا عليه اللي ماسكهم احنا ايه فصصناها حته حته اهو. فوق كمان الميزنتري اهو بتشوف ده كله ايه؟ ده كله سمول لسه. احنا فتحنا حته من اللارج فتحت مننا اهي خدت بالك؟ ده كده مين؟ السمول يلا والميزنتري اللي بينهم احنا عمالين نفتحه اهو قدامك عشان نجيبها لك بايه؟ ها؟ بطولها. بعد كده بقى انت عايز تقيسها براحتك. ده كله ايه؟ ها؟ السمول بتاعنا اللي هو السمول انتستن نهايته يعتبر. وبعدين اهو كنت عايز اوضح لكم حاجه صغيره اللي هي الابندكس اللارج انتستن بتاعته عندها جزء كده مقفول يا رب اعرف بس اشكله لكم اللي هو الابندكس اللي هي تبقى كبيره شويه اللي هي زي ده الاعور عشان الدايجست سيلولوز ايوه في الغالب هي اكبر عن الرابت مننا احنا عشان هو هربيفورس تمام هربيفورس فين كان المشكله كده احنا كده دي نفتح الباب دي كلها سمول اهي غالبا هي دي ثواني الابندكس هظبط لكم بس الدنيا الاول عشان يبقى كلامنا ايه مظبوط الجزء ده اللي هو الابندكس اللي هو اكبر شويه من الهيومن على اعتبار ان هي يقال يعني ان هي الهيربيفورس اللي هم اكيل العشب عندهم الابندكس اكبر عشان بيخدموا السيلولوز احنا ما عندناش لان ما لهاش وظيفه معلومه نوعا ما مش كده نكتفي بالتفريغه دي كفايه ولا نكمل كمان نكمل كده قطعناها خالص اهي سمول وايه؟ لارج طبعا الافتح هي السمول والاغمى هي الايه؟ اللارج ودي كلها ويسس المفروض خلاص معانا الهارت معانا الكدني معانا اللنج سبلين اند ليفر والكدني الثانيه بالمره كمان اهي يا عم عشان ما تزعلش اهو تمام دي الرايت كدني تمام كده دي كلها الدهون اللي حواليها عايز تفك تشيل الدهون دي خالص اهي ماشي من غير ما نفتحها بقى كده عندك واحده مفتوحه والثانيه ايه؟ مقفوله خلاص دي الستمك دي ودينم ماشي وسمول ولارج ايه؟ انتستن وهو ده الرابت ها؟ ذاتس ات الحمد لله